ومعنا السيد محمد ليتحدث معنا أكثر عن الخطوط الجوية العربية السعودية. أهلا أهلا وسهلا فيكم في جناح السعودية في ملتقى السفر العربي بدبي. يا أهلا بك. يعني سمعنا عن مستجدات وتطورات، يعني لو تحدثنا أكثر ميدانيا عن هذه التطورات. نعم، عندنا تطورات في أعلنت عنها في الجناح السعودية في الملتقى هذا، منها هوليديز ومنها الفيرست سويت في الخطوط السعودية. تم توفير الفيرست سويت على طائرات التربل 7300 التي تغطي 5 محطات دولية، واشنطن، نيويورك، لوس أنجلوس، بالإضافة إلى محطتين باريس ولندن. في السويت الخطوط السعودية استحدثت خدمات إضافية تختلف عن أي سويت آخر، بوجود الكومبارتمنت الخاص بملابس الضيف وقت النوم والراحة، ووفرت كرسي صغير لإمكانية الضيف استدعاء أحد الضيوف في الطائرة للجلوس والمكوث معه. كذلك السعودية وفرت بيجامة من بورش ديزاين للرجالية والنسائية، يتم توفيرها في السويت قبل الرحلة. يعني رفاهية جدا جميلة. أريد أن أسألك عن الأسعار. الأسعار هي بتختلف، وهي تكون في موقع السعودية سعودية.com، تختلف على حسب الديستنيشن، على حسب مسار الرحلة. لكن السعودية وفرت خصوصية في السماء، خصوصية مع رفاهية في السماء. شكرا جزيلا لك. نشكر السيد محمد، والآن سوف نتحدث أكثر عن المعلومات التي تقدمها الخطوط السعودية. معنا هنا السيدة سناء. مرحبا. أهلا وسهلا. بدنا تحكي لنا أكثر شو هذا اللي وراك، تحكي لنا عنه، هل هو بيحدد وجهات للمسافرين؟ صحيح، هذه شاشة تفعيلية وفرتها الخطوط السعودية لاكتشاف عالم السعودية ولتسهيل بالنسبة لزوار المعرض الوصول إلى المعلومات اللي يحتاجوها. فعلى سبيل المثال، إذا هم حابين يعرفوا معلومات عن الوجهات، يمكنهم الضغط على هذه، على الزر هذا، فيبين لهم الوجهات، أو مثلا ونختار الوجهة مثلا المدينة. هنا حتبين لهم كل الرحلات اللي بتروح من المدينة، مثلا على أوروبا، على آسيا، على الشرق الأوسط، على إفريقيا، أو على سبيل المثال مثلا جناح الأولى. هنا حتوفر لهم كل المعلومات اللي تخص وسائل الراحة، وجبات الموجبات المقدمة على الرحلات، الترفيه أثناء الرحلات، أو مثلا على سبيل المثال كذلك أسطول الخطوط السعودية اللي يمكن للزوار التعرف على أسطول الخطوط السعودية بشكل أوضح. يعني معلومات جدا كافية ووافية لأي زائر للخطوط السعودية وأي مسافر معكم. شكرا جزيلا سيدة سناء على هذه المعلومات القيمة. شكرا.